أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين. قبل ما أقول لك الحوار اللي دار ما بين فيتوريا ومحمد عبد المنعم، كنت بتقولي دلوقتي مصطفى محمد اتغير جدا، بس أنا كنت بتكلم فرنساوي. بيتكلم فرنساوي؟ بيتكلم فرنساوي طبعا. بيتكلم كويس؟ بيتكلم كويس طبعا. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ لا والله برافو عليه. بيتكلم. أنا نصيحتي ليه قلت له أرجوك اتعلم لغة. مصطفى محمد اتطور جدا جدا. إيه اللي حصل؟ اتطور جدا جدا جوه الملعب وبره الملعب كمان. يعني أنا ما أعرفوش حتى قبل كده، ولكن النموذج اللي أنا بشوفه كنموذج محترف أو لاعب محترف، لا شيء مبشر بصراحة. فعلا. بجد. أجاد اللغة بنسبة كبيرة، يعني مش هقول لك حضرتك لا، بس بيتكلم خلاص، بيتعامل طبعا. بيتعامل طبعا، لأنه هو صغر سنه برضه يخليه يتعلم، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للعيبة المحترفين. يعني بالنسبة للعيبة الصغيرين اللي عايز يكمل، اللي عايز يكمل. خلي بالك اللعيبة ما بتحترف بره هي فاكرة الدنيا وردي. لا، أصعب بكتير بكتير. يعني اللعيب اللي هنا بيقعد ياخد فلوس وما بيهموش. هناك لا، الدنيا مش وردي. لازم تشتغل طول الوقت، تتعب طبعًا. لغايه اما توصل. محمد صلاح تعب قد ايه عشان يوصل اللي هو فيه. فلا، اللعيبه اللي بتسافر وبتجتهد ده بجد. يعني حكايه تجديد عقد او شراء نمت العقد مصطفى محمد فرق معانا في سنه يا محمد؟ بصراحه انا ما اتكلمتش معاه في الموضوع ده، بس بيبان. ولكن هو الولد ستيبل خالص، الولد يعني مستقر نفسيا، بيجي منتخب مبسوط تمام. فمن الواضح ان هو التجديد طبعا بسطه، يعني فرق معاه طبعا. نفسي اسالك سؤال. سألني. يعني دلوقتي لسه بقول لك البرازيل خسرت من السنغال 4-2، وكانت لسه كسبانه غينيا 4-1، وانا اعلم انك عندك عروض من البرازيل ومن اوروجواي ومن المكسيك ومن ومن ومن، سبت كل ده ورحت جنوب السودان. الناس برضو بتبقى عشمانه، طمعانه، عندها امل ان انا اشوف، زي مثلا مباراه بلجيكا كانت تجربه رائعه واديته بشكل جيد جدا. يعني ليه دايما بترفضوا الماتشات الكبيره باستثناء ماتش بلجيكا؟ مفيش رفض. لا، الرفض ده مش احنا بندرس كل العروض وحسب توقيتها احنا بنقدر نقرر على اساسها احنا هنعمل ايه. اللي حصل في الموضوع جنوب السودان، احنا اقول حاجه، احنا لعبنا ماتشين وديتين الاولانيين اللي هم في شهر 9 اللي هو كان مع وصول الراجل النيجر وليبيريا. ماشي، موافق. كنا ما نقدرش نلعب ماتشات كبيره لان لسه الراجل ما تعرفش على اللعيبه ولسه الدنيا ما كانتش واضحه. لعبنا بقى وكسبنا والدنيا مشيت والبلي لعبنا بعد كده. ايه العب بقى يا باشا؟ بلجيكا. حلو. لعبنا بلجيكا، ربنا كرم، كسبنا ورد فعل عالميه. المعسكر اللي بعديه كان رسمي، ماشي، اللي هو كان في مارس، كان 2 ملاوي، ماشي، فما كانش عندك فرصه انك تلعب. كان عندي بقى فرصه الماتش اللي فات. تمام. الماتش بقى في شهر يونيو كان عندنا ماتشين. الماتشين دولت هنرجع للازمه بتاعت غينيا معانا. ايوه، هنرجع الماتشين دولت، ماتش ودي وماتش رسمي. ماشي. احنا خاطبنا الكاف. انت كنت عايز تاجل؟ انا ما كنتش عايز اجل. انا كنت عايز انا من البدايه خالص ما كناش عايزين ناجل. يعني انا كنا بنتكلم مع رئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام، كنا بنتكلم مع كابتن حازم امام، احنا عايزين نعرف مواعيدنا بالظبط ايه في الفتره دي. ماشي. يعني النهارده احنا عندنا 8 ايام. الثمان ايام دولت متقسمه لفترتين. فتره ممكن تكون من 14 ل 16 او 17، ومن 17 ل 20. كويس. تمام. فالنهارده لو جينا قلنا ان النهائي بيلعب الاهلي، بيلعب النهائي يوم 11، فطبيعي جدا ان انت لما تيجي كاف يطلب من غينيا ان هم يلعبوا الماتش بتاعهم، هيلعبوه امتى؟ هيلعبوه من الفتره الثانيه اللي هو من 17 ل 20. نعم. فبتديني انا فرصه ان انا اقدر احدد الماتش الودي اللي على اساسه. ماشي. العب في الاول. حلو. تمام. او العب في الثاني، مش فارقه معايا، بس يعني تبقى في الحدود المتاحه لينا. ماشي. احنا قعدنا في شهر 2 بنراسل الكاف، شهر فبراير، شهر مارس، شهر ابريل بنبعت للكاف نقول لهم افيدونا. نعم. افيدونا احنا ميعاد مبارياتنا امتى؟ انتوا هتدوا لغينيا ايه؟ يعني هتعاملوا مع غينيا ازاي؟ كويس. عشان اعرف انا على اساسها. بس معلوماتي انه الكاف مش هو اللي بيحدد، الكاف بيدي لك توقيتات انت كمصر، وانت مصر بتحدد او بنت الغينيا، وغينيا بتحدد. غينيا بتحدد يعني، بس اقول لك من الفتره كذا الفتره كذا. حلو. بس هي ما ادانيش الفتره حتى. يعني هما ما قالوليش الفتره كذا للفتره كذا، على اساس ان انا الفتره اللي مش موجوده هلعب بيها في اجنده دوليه من 17 ل 20. معروفه الفتره، معروفه من 17 ل 20. فانت حضرتك مباراتك غينيا مع مصر من 17 ل 20، هم اختاروا يوم 17، معروف الفترة الدولية، الأجندة الدولية معروفة. ما انت عارف الأجندة امتى. حلو. انا عارف الأجندة كويس قوي. النهاردة لو رحت واتفقت مثلا مع البرازيل، ماشي، وقلت لها انا هلعب يوم 17، حلو، وبعت للكاف ان انا هلعب يوم 17 مع البرازيل، وجت غينيا قالت لك لا انا هلعب يوم 17، ما هيكون غينيا حددت. ما هو ما حددتش. ما هي المشكلة ان غينيا ما حددتش غير متأخر، بس اتبعت لنا جواب الكاف ان هو 21/5، يعني قبل الماتش باسبوعين او 3 اسابيع، ان انت النهارده هتلعب مع غينيا يوم 14. بعيد عن التاريخ، هو ما تحددلكش التوقيت. طب انتوا عندكم الرغبه
او الراجل عنده الرغبه في مباراه كبيره على طبعًا مباراه بلجيكا. طبعا هقول لك على حاجه يمكن دي اول مره اقولها او قلتها قبل كده، بس يعني ان احنا كان عندنا البرازيل وكان عندنا كولومبيا. كويس، كولومبيا كسبت المانيا النهارده 2. احنا ما احنا كان عندنا الفرقتين دولت احنا المفروض يعني يقعدوا علينا نلعبهم ود بس انا ما اقدرش التزم معاهم بعقود وما اقدرش التزم معاهم بتوقيت لان انا مش عارف. طب انت دلوقتي تمام، انت وصلت ومتصدر و100 فل و14 الحمد لله، عندك اجنده تانية اللي هي في شهر 9 وعليك خير صح كده، واكيد اثيوبيا اثيوبيا وماتش ودي. ما اثيوبيا خلاص بقى، ما اثيوبيا خرجت ومصر تصدرت والدنيا تمام، ماتش ودي هنشوف ماتش ودي كبير ولا نفس القصه؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله عندنا احنا الاجنده او الرؤيه بتاعنا خلال الفتره الجايه دي. احنا عندنا توقف في شهر 9 تمام، وعندنا توقف في شهر 10 هيبقى ماتشين وديتين كويس، وعندنا توقف في شهر 11 هيبقى تصفيات كاس كاس العالم. نعم، وعندنا بعد كده اخر 12 لغايه يناير لغايه ميعاد البطوله، لغايه ميعاد البطوله ده الترتيبات بتاعتنا او الماتشات الوديه لو هنلعب ماتش او ماتشين وديتين. نعم، خلال الفتره دي يعني للبطولة. نقدر نقول دلوقتي على سام محمد غرابه مدير المنتخب المباريات الوديه القادمه لمنتخب مصر مباريات من العرض الثقيل.